الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله يا خامس رح نحل أسئلة أتدرب صفحة 29 من درس تقدير نواتج جمع الأعداد العشرية وطرحها. نبدأ في الجزء الأول من الأسئلة، أقدر ناتج الجمع وطرح في كل مما يأتي بالتقريب إلى أقرب عدد كلي. رقم 1 6341 من 1000 زائد 3953 من 1000. طبعا أقرب عدد كلي هو العدد 6 والعدد 3. ننظر إلى المنزل الموجودة على يمينها، 3 ما بتعطي 6 فتبقى 6 كما هي، 9 تعطي 3 لأنها 9 من الأعداد الكريمة، فثلاث بتصير 4. الآن رح نجمع 6 زائد 4 يساوي 10. رقم 2 16187 من 1000 ناقص 5940 من 1000. أقرب عدد كلي اللي هو 16 والخمسة، على يمين 16 في 1، الواحد ما بيعطي 16 فتبقى 16 كما هي. على يمين الخمسة في عندي 9، 9 من الأعداد الكريمة تعطي الخمسة فالخمسة بتصير 6. الآن سنقوم بعملية الطرح، 6 ناقص 6 0 والواحد بينزل فيصبح الناتج 10. رقم 3 23194 من 1000 ناقص 12849 من 1000. العدد الكلي هو 23 وال 12. على يمين 23 واحد، الواحد ما بيعطي 23 فتبقى كما هي. على يمين 12 في 8، 8 من الأعداد الكريمة بتعطي 12 واحد فبتصير 13. الآن سنقوم بطرحهما، 3 ناقص 3 0، 2 ناقص 1 1 فيصبح الناتج 10. الجزء الثاني، أقدر ناتج الجمع والطرح في كل مما يأتي بالتقريب إلى أقرب جزء من 10. طبعا جزء من 10 هو أول جزء موجود على يمين الفاصلة العشرية، فهو 9 و 3. ننظر إلى يمين 9، 2 الاثنان ما بتعطي 9 فبتنزل 9 كما هي، وبنزل كل إشي موجود على يسارها. الآن الثلاثة ما بتعطي الخمسة، فعفوا السبعة بتعطي الثلاثة، السبعة بتعطي الثلاثة فبتصير الثلاث أربعة. مننزل الفاصلة العشرية ومننزل الأرقام وكل ما يوجد على يسارها. الآن سنقوم بعملية الطرح، 9 ناقص 4 5 الفاصلة العشرية بتنزل، 7 ناقص 5 2 فيصبح الناتج 2 و5 من 10. سؤال 5، 2812 من 1000 زائد 3725 من 1000، التقريب إلى أقرب جزء من 10 اللي هي 8 و7، أول منزلة على يمين الفاصلة العشرية. الواحد ما بيعطي الثمانية فبتنزل الثمانية كما هي، واللي موجود على اليسار على يسارها بينزل. الاثنين ما بتعطي السبعة فبتنزل السبعة كما هي، ومننزل الأرقام الموجودة على يسارها. الآن سنبدأ بعملية الجمع، 8 زائد 7 15، 5 و1 باليد. الفاصلة العشرية بتنزل، 2 زائد 1 3 زائد 3 6 فيصبح الناتج 6 و5 من 10. المسألة رقم 6، 12540 من 1000 زائد 7986 من 1000، التقريب إلى أقرب جزء من 10 اللي هي 5 و9. الأربعة ما بتعطي الخمسة فبتنزل الخمسة كما هي، مننزل الفاصلة العشرية ومننزل العدد الكلي 12. الثمانية بتعطي التسعة فالتسعة رح تصير 10، بنحط 0 و1 باليد لأنه ما بصير أنزل العشرة مع بعض، هي جمع 0 و1 باليد. مننزل الفاصلة العشرية، 7 زائد 1 8. الآن بنعمل عملية الجمع، 5 زائد 0 5 الفاصل العشرية بتنزل، 2 زائد 8 10 0 و1 باليد، 1 زائد 1 2 يصبح الناتج 20 و5 من 10.
السؤال الجزء الثالث من الأسئلة، أقدر ناتج الجمع والطرح في كل مما يأتي بالتقريب إلى أقرب جزء من 100. الجزء من 100 هو الجزء الثاني بعد الفاصلة العشرية على يمين الفاصلة العشرية. في رقم 7، 5381 من 1000 زائد 6145 من 1000. الجزء من 100 هي العددين 8 و4. الواحد ما بيعطي للثمانية فبتنزل الثمانية كما هي، والأرقام الموجودة على يسارها بتنزل. الآن الخمسة رح تعطي للأربعة فبصير الأربعة خمسة، والواحد والفاصل العشرية والستة بتنزل كما هي. الآن نبدأ في عملية الجمع. 8 + 5 = 13، 3 + 1 باليد. 1 + 3 = 4 + 1 = 5. من نزل الفاصل العشرية 5 + 6 = 11، فيصبح الناتج 11.53. رقم 8، 7 هي جزء من 100 والأربعة هي جزء من 100. 8 بتعطي للسبعة فبتصير السبعة 8، ومننزل الخمسة فاصل عشرية الخمسة، جميع ما يوجد على يسارها. الأربعة ما بتعطي للأربعة فتبقى الأربعة كما هي. مننزل الواحد فاصل عشرية الصفر ونبدأ بعملية الطرح. 8 - 4 = 4، 5 - 1 = 4، فاصل عشية بتنزل، 5 - 0 = 5، فيصبح الناتج 5.44. رقم 9، 10.399 من 1000 ناقص 4.281 من 1000. الجزء من 100 هو 9 و8. الآن التسعة رح تعطي للتسعة، شو بصير التسعة؟ 10، حكينا 0 و1 باليد. 1 + 3 = 4، مننزل فاصل عشرية والعدد 10. الواحد ما بيعطي للثمانية، بتنزل الثمانية كما هي. مننزل الاثنان الفاصل عشرية العدد 4. نبدأ في عملية الطرح. 0 - 8 لا يجوز، 4 بتصير 3 والصفر بصير 10. 10 - 8 = 2، 3 - 2 = 1، الفاصل عشرية بتنزل. 10 - 4 = 6، فيصبح الناتج 6.12. الجزء الرابع من الأسئلة، ألعاب يبين الشكل البياني أدناه المسافة التي قطعتها سيارات ألعاب في مدينة الملاهي. طبعا في عندنا سيارة باللون الأسود، أحمر، أزرق، أبيض، وعندي هذه كل سيارة المسافة التي قطعتها. 10، أقدر الفرق بين المسافات التي قطعتها السيارتان الحمراء والسوداء بالتقريب إلى أقرب جزء من 10. الآن السوداء قطعت مسافة 29، هاي السوداء رح نكتبها 29.90. الحمراء قطعت مسافة مقدارها 29.30. المطلوب أقرب لأقرب جزء من 10 اللي هو أول جزء على يمين الفاصلة العشرية. طبعا والسؤال الفرق يعني بدي أطرح، فبحكي التسعة الصفر ما بيعطي التسعة فتبقى التسعة كما هي، ومننزل الفاصلة العشرية والعدد 29. احنا بنطرح الكبير من الصغير. الصفر ما بيعطي الثلاث تبقى الثلاثة كما هي، ومننزل العدد 29 مع الفاصلة. الآن بدي أطرح 9 - 3 = 6، الفاصل عشية بتنزل، 29 - 29 = 0، فيصبح الناتج 6.10 متر. سؤال رقم 11، أقدر مجموع المسافات التي قطعتها السيارتان البيضاء والزرقاء بالتقريب إلى أقرب عدد كلي. البيضاء قطعت مسافة 30.20، طلعينا 30.20. الزرقاء قطعت مسافة 29.60، بدنا لأقرب عدد كلي يعني للثلاثين والتسعة وعشرين. الآن على يمين الثلاثين 2، 2 ما بتعطي الثلاثين فبتنزل كما هي، زائد لأنه منا مجموع. 6 تعطي 29 فالـ29 شو بتصير؟ 30. بدي أجمعها، 30 + 30 0 + 0 = 0، و3 + 3 = 6، فيصبح الناتج 60 متر. يعطيكم العافية يا خالص.